اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. النهارده في اولى حلقاتنا هذا الاسبوع عندنا زياره مهمه جدا لمشروع قناه السويس للاستزراع المائي. هذا المشروع يقع شرق قناه السويس ومساحته الاجماليه تقترب من 7000 فدان، ومساحته المائيه يعني فيها احواض الاستزراع السمكي تقترب من 3137 فدان. المشروع بالكامل يخضع للتطوير. الأحواض اللي كانت مساحتها فدان واحد بقت مساحتها 2 فدان، وتم تدبيش الأحواض يعني حاطين طوب في جميع أنحاء الأحواض، ده بشكل هندسي وتصميم أكتر من رائع، ده لتحويله إلى أحواض صالحة بالفعل للاستزراع السمكي. كمان هدف هيئة قناة السويس المالكة للمشروع من عمليات التطوير هو زيادة الإنتاج رأسياً، طبعاً الإنتاج السمكي سواء أروس، دينيس، جمبري، بولتي، كل هذه الأسماك يتم استزراعها في مشروع قناة السويس للاستزراع المائي. يعني بدل ما الأحواض بتنتج 2 و3 طن نوصل بيها ل6 و7 طن من الأسماك، طبعا كل ده لصالح السوق المحلي وأيضا للتصدير، لأن جميع أحواض المشروع يجري حاليا تكويدها حتى يمكن تصدير جزء من إنتاجها لكل أسواق العالم. كمان هنكشف النهاردة اتجاه المشروع إلى التوسع في استزراع الجمبري الفنمي. خلي بال حضراتكم، مصر بتستهلك سنويا جمبري مستورد بحوالي 1.5 مليار جنيه. الكلام ده ماشي من 2019 ل 2020 2021، إذن هناك استهلاك كبير للجمبري في مصر، وبالتالي تكرر التوسع في عمليات استزراعه. يعني ممكن مشروع قناة السويس يتحول لواحدة من أكبر مستعمرات استزراع الجمبري الفنمي في الشرق الأوسط. أيضا في مفاجأة هامة جدا، هيئة قناة السويس وشركة قناة السويس للاستزراع المائي قررت طرح 2000 فدان للاستثمار الجاد في القطاع السمكي. يعني حضرتك تطور وتشتغل فورا في عمليات استزراع الأسماك سواء الأروس أو الدنيس أو الجمبري أو البلطي أو غيرها من الأسماك اللي اعتدنا استزراعها في مشروع قناة السويس للاستزراع المائي. ولو عندك أنواع جديدة من الأسماك يلا نجرب ونشتغل في مشروع قناة السويس للاستزراع المائي الذي يستمد ماءه من مجرى قناة السويس. زيارتنا النهاردة شديدة الأهمية، احنا بنطور مشروع قناة السويس للاستزراع المائي، فما هي الأسباب؟ ده أهم سؤال وجهناه لكل القائمين على شركة قناة السويس للاستزراع المائي. خليكم معنا. مشروع قناة السويس للاستزراع المائي من أكبر مشروعاتنا السمكية في مصر، مساحته تتجاوز 7000 فدان تمثل أحواض الترسيب لنواتج عمليات حفر قناة السويس. مشروع جبار نفذته هيئة قناة السويس على امتداد مجرى القناة في قلب سيناء يعني شرق قناة السويس. النهاردة المشروع بيخضع لأعمال تطوير شاملة في الأحواض ومساحتها بتتضاعف ل2 فدان، وقناة الري اتحولت بالكامل لقناة خرسانية بأبواب حديثة لسهولة دخول وخروج مياه الري للأحواض من قناة السويس. وكمان هيتحول لأكبر مشروع لإنتاج الجمبري الفنمي في مصر بخلاف أسماك الأروس والدنيس والبلطي. والمفاجأة اللي كانت في انتظارنا خلال زيارتنا الخاصة جداً للمشروع للإطمئنان على عمليات تطويره وإزاي بيسوقوا الإنتاج هي إن شركة قناة السويس للاستزراع المائي قررت طرح 2000 فدان للمستثمرين الجادين في القطاع السمكي يطوروا ويشتغلوا سواء بحق الانتفاع أو الشراكة مع الهيئة، وده طبعاً التزام من الهيئة بتنفيذ تكلفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشراكة مع القطاع الخاص، وده خبر حصري لبرنامج الجدعان.
تعالوا في البداية نقابل المهندس محمد عادل رئيس شركة قناة السويس للاستزراع المائي، واللي نجح في تنفيذ المرحلة الأولى من التطوير لزيادة الإنتاج السمكي رأسياً برفع قدرة الأحواض على التكثيف السمكي. النهاردة مشروعنا العملاق بيمر بجراحة دقيقة جداً، هدفها زيادة الإنتاج، هدفها التوسع الرأسي، هدفها تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الأسماك. بدأنا إمتى وهننتهي إمتى والنتائج أو المؤشرات بتقول إيه؟ بالنسبة للمزرعة بتاعتنا الهدف منها هو تقليل الفجوة ما بين ما ينتج وما يستهلك. تمام. فإحنا حضرتك عندنا الدولة بتستورد حوالي 200 ألف طن أسماك سنويا، هدفنا إن إحنا نقلل الفجوة دي، مش إحنا بس، إحنا والمشاريع القومية نقوم بيها قوات مسلحة وجميع المشاريع القومية اللي في البلد في هذا المجال يعني. فإحنا بالنسبة لنا زي ما حضرتك والقطاع الخاص طبعا ده خلاص دوره رائع جدا. ده انا بقول حاجه عني يمكن لما ابدا اتكلم ده انا لما ابدا اتكلم حضرتك احنا بندخل قطاع خاص معانا دلوقتي كتوجه الدوله يعني. فاحنا المزرعه بتاعتنا حوالي 7000 فدان. احنا بالنسبه لنا قسمنا المزرعه لثلاث قطاعات. اول قطاع احنا خلينا نتكلم على المساحه المائيه، وطبعا في مساحه كليه، لما نقول مثلا المساحه القطاع مثلا 2700 فدان، دي المساحه كلها الاحواض المائيه بالممرات بالجسور. لما نتكلم على المساحه المائيه اللي هو الحوض نفسه، الحوض اللي بيتزرع فيه السمك، فالحوض مس حوالي 1200 فدان. عندنا 1200 فدان احنا هي قناه سويس بنعملها، وهي قناه سويس الحقيقه لا تبخل يعني في هذا المجال بكل انواع الدعم. سياده الفريق اسامه ربيع رئيس قناه السويس بيعمل زياره للمزرعه تقريبا كل 15 يوم. صحيح. طبعا ده بيعمل دفعه كبيره جدا، بالاضافه طبعا كل النواحي الماديه، كل النواحي الفنيه متيسره لنا الحمد لله في المشروع ده. فاحنا حضرتك عملنا حاجه مخطط من اول ما بدانا، ان احنا قلنا برضه عشان ننتج اسماك ونفس الوقت نطور. زي ما بقول لحضرتك احنا عملنا هنطور 1200 اللي هو ايه اول جزء أو أول مرحلة. إحنا عشان ما نوقفش إنتاج المزرعة، إنتاج الشركة، طبعًا الشركة يعني لازم تأدي إنتاج، بالإضافة إن فيها عمالة وفيها مصروفات لازم تتطلع. طبعًا. فإحنا عملنا إيه؟ قسمناها تلتين وتلت. خلينا 400 فدان ما طورناهمش، أو حوالي 425 بالظبط، ودول استزرعناهم. تمام. استزرعناهم جمبري ودنيس وأروس وبلطي وسهلية. إن شاء الله المستهدف من 425 فدان دول إن إحنا نطلع السنة دي من 1000 ل1200 طن من الاسماك، من الاسماك والجمبري. فضلنا 800 فدان من المرحله الاولى او الحوض ترسيب 21 زي ما احنا بنقول، دول اللي بيتطوروا. 800 فدان دول، 800 فدان دول الحمد لله في حوالي 300 فدان منهم خلصوا. تمام. الباقي اللي هو حوالي 450 او 500 فدان خلصوا بحوالي نسبه حوالي من 80 ل 85%. فذلك احنا ان شاء الله باذن الله متوقع ان شاء الله في بدايه العام القادم ده، نقول شهر يناير او فبراير، باذن الله هيكون التطوير انتهى لكل الحوض الاول بتاعنا. الحوض اللي احنا مستهدفينه. فهمنا يعني ايه بقى تطوير، يعني عملنا ايه؟ ده حوض ترابي، عملنا في ايه يعني؟ احنا الحوض التطوير كان الاول عندنا الاحواض كلها فدان واحد بس. المتخصصين في الاسماك والخبراء اللي شغالين معانا والاستشاريين قالوا ان الافضل الحوض يبقى 2 فدان. تمام. بدل فدان واحد بس، بالاضافه ان احنا دبشنا رؤوس الاحواض وزودنا الميول، خلينا الميول تبقى يعني اعرض شويه عشان تبقى ستيبل، ودبشنا رؤوس الاحواض بحيث تفضل محافظه على تماسكها للحوض. تمام. بالاضافه لان الصرف والري نفسه غيرناه وعدلناه بمناسيب افضل من اللي كانت موجوده. فحضرتك على اول السنه ان شاء الله هيكون خلاص باذن الله خلاص نطورنا دول. الزراعات اللي جايه بقى الفتره السنه الجايه ان شاء الله هتبقى في الاحواض المطوره دي، والاحواض اللي ما اتطورتش انتجنا منها هتشتغل في تطورها، بحيث على نهايه السنه ان شاء الله يبقى المزرعه ان شاء الله تكون كلها ممكن اتطورت باذن الله. ويبقى طبعا هنخش في كلام تاني، دي المرحله الاولى، دي المرحله. اذا كنا بنتكلم دلوقتي في 1200 طن تقريبا ان شاء الله باذن الله لما تخلص المزرعه كلها ممكن نتكلم يعني نقول من 4000 ل 5000 طن ان شاء الله انتاج المزرعه من المرحله الاولى اللي هي حوض 21. وبقينا كمان عندنا خبره تطوير الاحواض الترابيه، يعني اللي هيجي يشتغل معانا هنقول له ادي الشكل وادي التطوير اللي نجح معانا. بالظبط كده، ده اللي احنا بنستهدفه بقى زي سياسه الدوله وتعليمات سياسه الفريق اسامه ربيع، ان احنا بقى الحوضين التانيين بقى اللي بحكي عليهم القطاعين التانيين اللي هم حوالي 2000 فدان مائي او 4000 فدان شامل، دول ان شاء الله هندخل معانا في مقطع خاص. ال 4000 فدان دول احنا مدخلين لهم ميه وكهرباء وعاملين لهم تصميم كمان هندسي هيجي يشتغل كل حاجه عنده. تمام. احنا بقى حسب اللي هيجي يشتغل معانا، يا اما نخش معانا في شراكه حق انتفاع، ولكن غالبا هتبقى بالاسلوب الشراكه، لكن هو اللي هيطور مش انا، هو اللي هيطور يعني. انا هديله على الوضع الحالي وهو هيستكمل العمل التطوير. انا الوضع الحالي بقى دلوقتي، ما الوضع الحالي ده مكلف برضو، احنا الارض دي مش بور خالص، لا دي معموله. الارض ما هو دي عايز تطور بس، يعني عايز تطور ويشتغل فيها على طول. برضو بحب اطمن حضرتك او اطمن كمان المستثمر، مثلا يقول لك عايز دول في الشرق في مشاكل امنيه ممكن العلاف ما تخشش، ممكن لا، ما فيش الكلام دلوقتي خالص. احنا داخلين علافنا خارجه وما فيش اي حاجه خالص، واحنا بنجرنتي التصريح سهله، ما فيش اي مشاكل في الدخول والخروج، اللي هيجي انه كل حاجه زي ما احنا شغالين. احنا لسه بعتين امبارح 25 طن اعلاف والادويه والسمك وهو طالع، ما فيش اي مشكله خالص، بنطلع مع الطريق كذا طريق يعني، لان هو بيشتغل من خلال شركه قناه السويس، هو بيشتغل باسمنا، احنا شركه معاه في الموضوع، فهو ما فيش اي
انا بقى يعني فرصه برضو حضرتك موجود برنامج بس ما شاء الله زي على الصيت الناس تسمع برضو وتيجي. اهلا وسهلا اي حد عايز يجي يستثمر ما عندناش اي شروط مقدمه. عايزين بقى حلمنا التاني، عايزين المشروع الكبير ده اللي اجمالي مساحته 7000 فدان تقريبا يبقى عندنا هناك منشأة للتصدير أو تجهيز الأسماك وتصنيعها وتجميدها، ثانيا يبقى عندنا المفرخ بتاعنا، ثالثا يبقى عندنا مصنع العلب في اللي يقدر يغطي هذه المساحة. كل ده في الخطة بتاعتنا واللي فعلا بدأنا بيه. أول حاجة مصنع البروسيسنج، ده مهم جدا يكون مصنع بروسيسنج وفي أنفاق تجميد، لأن أنا ممكن أطلع كميات كبيرة دلوقتي السوق مش عايزها، السوق مضغوط، أنا بقدر أجمدها، بقدر أعملها بروسيسنج، أعمل لها تقعد معايا شهور في الثلاجة، تقعد معايا وننزلها في أوقات تانية ما يكونش فيها الإنتاج موجود. فإحنا بدأنا بيه فعلا وتعاقدنا فعلا على مصنع بروسيسنج إن شاء الله قدرته 7 طن في اليوم. ده ينتهي امتى؟ فانت خطته تنتهي خطته ان شاء الله من 4 لـ5 شهور باذن الله. من 4 لـ5 شهور يعني ممكن نلاقي في السلاسل التجاريه منتج اسمه اسماك القنال بالظبط كده. احنا برضو اسماك كامله فيليهات، احنا برضو مستهدفين بعد كده ان شاء الله تصدير كمان. يعني اي حاجه نعمل في المزرعه دلوقتي بنجيب عليها كود الاوروبي، يعني لسه المصنع ده حضرتك تصدير يعني تكويد. المصنع ده حضرتك كل اللي معمول فيه متاخد فيه كود اوروبي. دلوقتي هنقابل شاب واعد جدا في شركه قناه السويس للاستزراع المائي، وهو المهندس احمد مطر مدير اداره التخطيط والمتابعه في شركه قناه السويس للاستزراع المائي. مسؤولياته عظيمه فعلا، ركزوا معاه. النهارده عندنا جزء كبير جدا من المشروع تم تطويره زي ما احنا شايفين، احواض ترابيه زي ما بيقول الكتاب. التطوير تم ازاي؟ التدبيش ده لازمته ايه؟ ليه عملنا مسافات ما بين الاحواض؟ ليه عملنا ترع الري خرسانه؟ حضرتك فهمنا موضوع التطوير لاحواض المزارع السمكيه الخاصه بهي قناه السويس. اشتملت على بنود كتيره بحيث ان احنا نقدر نلاقي الاتي. انا محتاج دلوقتي ان انا عدلت مساحات الاحواض، كانت الاحواض كلها 1 فدان اتعدلت ل2 فدان بحيث ان انا اقدر اوصل لمعدلات انتاجيه كويسه للاسماك البحريه. السمك كان مخنوق في الاحواض ال1 فدان، ما اقدرش احط كثافات عاليه فيها. دلوقتي انا بقدر ان انا احط كثافات عاليه. ابتديت ان انا اعمل ضبط للجسور، الناس اللي بتبتدي ان هي تعمل تاكل السمك، موضوع التعليف للاسماك، موضوع لمتابعه القياسات بتاعه الميه، موضوع العينات، كل ده الناس كانت بتلاقي نتيجه انهيارات بعض الجسور او حاجه في الاحواض الترابيه اللي مش متطوره كان بيحصل مشاكل، الناس ما بتقدرش تروح للحوض. لا، احنا دلوقتي الجسور ممتازه جدا. ابتدى فيه عشان موضوع الانهيارات كانت احواض ترابيه ما فيش اي اكتر من كده، كان بيبقى بيحصل مع مواسم الاستزراع المتتاليه بيحصل انهيارات. الانهيارات دي واجي اطهر تاني كل بعد كل موسم اطهر. لا، يبقى احنا لازمنا التطوير عشان نبتدي نقول ان احنا بنحط احواض العمر الافتراضي ليها كبير. غرف الصرف والري ابتدى يحصل ليها تدعيم بغرف خرسانه. ابتديت ان انا اغير نظام الري والصرف للاحواض بما يضمن ان انا اقدر اعزل اي حوض في اي وقت كضروره للامان الحيوي. بقى الموضوع كنترول دي تماما، انا اقدر اتحكم في اي حاجه في الاحواض، وان شاء الله بننتظر منه انتاجيات باذن الله عاليه جدا. كان تحدي كبير جدا قدام المشروع دخول الكهرباء من 6 سنين واحنا مستنيين دخول الكهرباء المشروع، اخيرا اتعاقدنا. يعني احنا تفاصيل التعاقد وامتى هلاقي في كل حوض من دول شغل كهرباء مش ديزل؟ صرفنا كتير قوي على الديزل في المشروع ده. احنا عدينا مرحله التعاقد الحمد لله بخطوات كبيره، خطوات واسعه كويسه جدا. تم التعاقد مع شركه الكهرباء، احنا متعاقدين بقدره 25 ميجا فولت امبير. 25 ميجا ممتاز لتغذيه المشروع بالكامل، بنتكلم على 7000 فدان. الشبكه الخارجيه للكهرباء احنا بنتكلم بنسبه 99% خلصت. يتبقى بس ان انا مع بالتزامن مع نهايه التطوير بتاعي ان انا ابتدي امشي مسارات الكابلات في الشبكه الداخليه. تم توريد جميع المهمات تقريبا او بنسبه 80-90% من مهمات الشبكه الداخليه عندي من محولات من كابلات. ان شاء الله على نهايه السنه باذن الله نقدر نقول السنه دي 2022 نقدر نقول ان احنا نقدر نغذي اول حوض بكهرباء من شبكه الكهرباء. اللي قدام حضراتكم ده هو الدكتور محمد حسن مدير المبيعات والتسويق في شركه قناه السويس للاستزراع المائي، وبجد بيبذل مجهود رهيب لتسويق اسماك المشروع والوصول بيها لكل اسواق الاسماك على مستوى الجمهوريه، وطبعا عشان المشروع في شرق قناه السويس هو اللي بينقل الاسماك بعربيات الشركه لمختلف الاسواق. دكتور محمد حسن مدير مبيعات والتسويق في شركه قناه السويس للاستزراع المائي. دكتور محمد، احنا اللي هننزل بالسمك ده السوق. مظبوط، احنا اصحاب التسويق، احنا البلد دي المفروض تغرق في خير هذا المشروع، ودايما عندنا مشاكل في تسويق الاسماك البحريه القرص والدنيس تحديدا. هذه المشكلات هنواجهها ازاي؟ هننزل بمنتج محترم ازاي للسوق؟ هنشتغل على التصنيع ازاي؟ عايز خطه.
احنا فعليا بالنسبه احنا اول ما بدانا في المشروع في 2016 انتاج كان عندنا دنيس وعندنا قروس، السمكه دي سعرها عالي شويه بالنسبه للمستهلك المصري. بدانا نفكر ان احنا نزرع صنف تاني من الاسماك البحريه، بدانا نزرع جمبري لان انت حضرتك عارف مصر بتستورد تقريبا في حدود ب 200 مليون دولار تقريبا سنويا جمبري من الدول المجاوره ومن الهند واكوادور. بدانا نفكر ازاي نطور، وفعليا طورنا الاحواض بحيث تقدر تبقى قابله لنعلي الكثافات خاصه في انتاج الجمبري. وبنستهدف في الفترة القادمة إن شاء الله بإذن الله إن المزرعة ممكن نوصل ل70% من إنتاجها جمبري، لأن إحنا بنستورد منه كميات كبيرة ونقدر نقلل الضغط على الذرة ونقدر نوصل المنتج بسعر أحسن وجودة أعلى. الفرص الواعدة كلها في الزراعة السمك البحري الجمبري. مظبوط مظبوط. بره في العالم كله 97% من المنتج بيبقى جمبري معبأ أو سمك معبأ عليه بروسيسنج، تصنيع. تصنيع اللي هو نزع أحشاء، خشيم، نص مطبوخ، مش عارف ايه، نزع رأس بالنسبة أو ديل بالنسبة للجمبري. فإحنا في مصر مفيش الكلام ده، إنه هو بره 97 بروسيسنج و 3% فريش، لا إحنا في مصر 97 فريش و 3% بروسيسنج. إحنا بنحب نقشر الجمبري. مظبوط. أنت عارف حضرتك لو إحنا بالنسبة للمستهلك قبل إن إحنا نتعامل بالنسبة للبروسيسنج والسمك المعبأ أو الجمبري المعبأ، أنا هنزله بالسعر المستهلك، لأن أنت عارفك أنا مثلا بطلع سي مثلا من عندي بلس واحد بيوصل له بلس فايف، يعني بيوصل له السعر بلس فايف. دي بقى مشكلة، حلقات كتير جدا، فكل واحد طبعا بيبقى عنده في تكاليف بيحطها، تكاليف نقل، تكاليف مشال، تكاليف تلج، تكاليف عمولته في بلس 5 أو 6% بالنسبة لعمولة التاجر قبل ما بيروح للتاجر التجزئة، تجزئة يوصل للمستهلك، فبيحصل عليه بلصات كتير. فاحنا لو احنا بقى اللي احنا رجعنا تاني لو هو المستهلك عندي قبل المجمد اللي عليه بروسيسنج، صدقني هنوصل له ببلس 1 بلس 2 بكتير قوي على السعر. احنا النهارده بنفكر ان احنا ندخل القطاع الخاص في مشروع قناة السويس للزراعة المائي، هتساعدني حضرتك في التسويق ولا هنبقى حرب بقى وانت سعر وانا سعر؟ لا لا لا، انا بقول لك انا بالنسبه لي بنتبع سياسه مرنه في التسعير، بمعنى انا بنزل بعمل لجنه، اللجنه دي بتنزل بتلف الاسواق كلها وتوصل للسعر في ضوء التكاليف اللي احنا بنتكلفها، وبنشوف هامش الربح اللي هو الشركه بتستهدفه، وبسعرنا دايما بيبقى اقل من سعر السوق. بس هو المشكله ان هو المستهلك نفسه ما بيحسش بالسعر ده. ليه؟ لان في زي ما لك كذا حلقه قبل ما يوصل له المنتج. لو قللنا عدد الحلقات دي، وده اللي حاولنا نستهدفه، ان احنا بدانا نفتح في منافذ، بدأنا نفتح منافذ، عندنا منافذ في إسماعيلية، عندنا منافذ في السويس، عندنا منافذ في بورسعيد، من خلالهم قدرنا نطلب منهم يحط هامش ربح معروف بحيث أنا عليه كنترول. وإن شاء الله بإذن الله بنستهدف الفترة القادمة إن شاء الله نعلي ونكتر من عدد المنافذ دي في أنحاء الجمهورية، بحيث نقدر نوصل للسمك الفريش للمستهلك بسعر منافس. خطة التطوير للمشروع بتشتمل على إنشاء مفرغ سمكي ومصنع أعلاف ومنشأة لتصنيع وتجهيز الأسماك للتصدير. دلوقتي هنقابل الدكتورة ياسمين عبد الله مديرة المكتب الفني لشركة قناة السويس للاستزراع المائي، وهي حاصلة على الدكتوراه في تفريخ الأسماك. ركزوا معها. المشروع هنا أكيد بنواجه النهاردة تحديات كبيرة جداً. أسعار العلف هي ليست قاصرة على الإنتاج الحيواني أو الداجني، لا كمان في إنتاج سمكي. بنعمل إيه مع هذا الكم من الأحواض؟ إحنا في المشروع بنتعامل مع أكبر مصانع لإنتاج الأعلاف في مصر وفي الشرق الأوسط. المصانع دي بنكون متعاقدين معاها من أول الموسم لنهايته، إن هي تلبي احتياجاتنا من الأعلاف. كل أسبوع بنشوف احتياجاتنا من الأعلاف قد إيه وبنبدأ نطلبه من المصنع، والمصنع بيوفره خلال يومين. طب يعني هنا المشروع ما تعرضش لأي أزمة في توفير العلف؟ لا خالص، بالعكس، إحنا عندنا ولا ما فيش العلف ما تأخرش عندنا ساعة. ممكن يكون أزمة عندنا في ارتفاع سعر العلف، لكن مش عدم وجوده. خلينا أسألك برضو على حاجة من خبراتك في التفريخ السمكي. احنا عندنا دايما هنا بنتكلم على قروس ودنيس ولوت وبلطي. مفيش أسماك جديدة؟ لا، عندنا سمكة موسى وعندنا سمكة الباسا. سمكة الباسا دي موجود ليها مفرخات في مصر. هنجرب السمكتين دول عندنا في المزرعة ونشوف مدى انتاجيتهم، وبعدين هيتعمموا، وان شاء الله عقبال ما نخلص دورة سمكة الباسا يكون مصنع البروسيسنج اشتغل، لان السمكة دي بتتباع فيليه، فلازم يكون المصنع عندنا اشتغل. المشروع بقى متاح للقطاع الخاص. تمام. حوالي 2000 فدان، تعال يا عم اعمل اللي انت عايزه، وندعم اكون سندك كمان. الدعم الفني نقدر نقدمه له؟ طبعا، احنا اللي هيكون عندنا المستثمر اللي هيجي هيكون شريكنا، نجاحه نجاحنا. احنا بنتعامل ان كلنا واحد، فكل التسهيلات اللي هيكون محتاجها من دعم فني، من توفير تصاريح امنيه، من توفير زريعه، احنا ايد واحده.
لسه مع حضراتكم مكملين زيارتنا لمشروع قناة السويس للاستزراع المائي التابع لهيئة قناة السويس. دلوقتي هنقابل مجموعة من الشباب اللي زي الورد وبيعتبروا هم العمود الفقري للمشروع، سواء في عمليات التطوير للأحواض أو الاستزراع السمكي أو إنشاء المباني الإدارية والسكنية. تعالوا في البداية نقابل المهندسة نوران وائل، المصمم الهندسي للمبنى الإداري لشركة قناة السويس للاستزراع المائي في قلب المشروع، وبجد بتصمم مبنى تحفة. خطفتك بالعافية عشان نتكلم، اشرحي لي فكرة المبنى الإداري وهيخلص إمتى وهنشوف الجمال ده كامل إمتى؟ المبنى بداية أصلاً بدأنا التصميم فيه من فترة، وكان الهدف منه إن إحنا عاوزين ننقل المقر الإداري للشركة هنا في شرق القناة طبعاً، تبع سياسة الدولة طبعاً إنه نعمر سينا. فبدأنا نعمل التصميم، وحاولت إن أنا على قد ما أقدر إن أنا أراعي طبعاً الظروف هنا صعبة قوي في المزرعة، الجو طبعاً وكمان التربة، فحاولت إن أنا أراعي جداً في التصميم إن هو يساعد إنه ما نحسش قوي. خفيف. اولا طبعا اللايت ستراكشر كله عشان خاطر التربه ما استحملتش، ثانيا التصميم بتاعه كمان من جوه يبقى مريح، ما نبقاش قاعدين جوه حاسين ان الدنيا حر او مش مرتاحين. نجحته في المبنى الاداري ونجحنا في الجامع، عاملين جامع جميل جدا. طيب المباني بقى الانشائيه بتاعت المشروع، مفرخ، مصنع، عندنا الخبرات بتاعته. طبعا في ده، احنا عاملين في مجموعه مباني. مفرخ بيبقى صعب، في حاجات كتير وحوار وحاجات طوليه. لا احنا بنراعي دايما حاجات. مظبوط، بنراعي دايما في اي، يعني انا عموما لما باجي اعمل اي تصميم لاي مبنى براعي دايما ان انا اجيب التيم اللي مسؤول بقى عن تشغيل المبنى ده، اشوف مثلا المفرخ اللي هيستخدمه المهندسين مثلا الزراعيين او الاطباء البيطريين، نحاول ان احنا برضو نعمل اجتماع ونشوف احتياجاتهم هم ايه، ففي الاخر بيطلع الصوره اللي هم محتاجينها عشان ينفذوا اللي هم عايزينه. زي ما قلنا لحضراتكم النهارده بيجهزوا مشروع قناه السويس للاستزراع المائي انه يكون اكبر مستعمر لإنتاج الجمبري الفنمي. تعالوا نتعرف على تربية الجمبري من المهندس بيشوي سامي، أخصائي استزراع الجمبري في شركة قناة السويس للاستزراع المائي. مهندس بيشوي سامي، قابلت حضرتك قبل كده من حوالي 3 سنين في نفس المشروع. تمام. النهاردة حضرتك واحد من أهم الناس اللي شغالة في استزراع الجمبري. فهمنا بقى يعني جمبري، بنزرعه إزاي، بنجيب زريعة منين، بنشتغل عليها كم شهر، فهمنا يعني جمبري. احنا مبدئيا دلوقتي قطاع الجمبري موجود في قطاع 21 ب، القطاع الموازي للقطاع ده. بيتكون قطاع الجمبري من 240 حوض مساحه الواحد 2.5 فدان، وبيتكون من 196 حوض مساحه الواحد 1 فدان، مخصصين بالكامل لاستزراع الجمبري. دي مناطق لسه ما اتطورتش صح كده، نصها تطوير ونصها في التشغيل حاليا. تمام. واللي بنحصل منه حاليا عندنا في حوار الجمبري او بدايه سيزون الجمبري بنبتدي بتجهيز وتطهير الاحواض على اعلى مستوى، تطوير برضو او اخذ عينات الميه ونخليها في افضل صوره، في افضل معايير جوده الميه. لاستقبال الزريعه، الزريعه عندي بتيجي من اكبر مفرخ لانتاج رقاق الجمبري في دمياط، مفرخ الاخلاص، بيتم نقلها في عربيات مجهزه بالكامل لاستزراع لنقل الزريعه، بيتم نقل الزريعه وفور وصولها للموقع هنا او على الاحواض، بيتم اخذ عينه منها لمعرفه جوده وصلاحيه الزريعه، بعد التاكد من صلاحيتها بيتم اقلامتها مع المياه، بتتأقلم مع درجة الحرارة ودرجة الملوحة الخاصة بالأحواض اللي بتنزل فيها، وبعد كده بننزلها الأحواض. بتحط زي كمية العلف حوض مفتوح والجمبري قاعي؟ بيكون معايا سكادول ماشي بيه، ان كل حجم معين بحسب البايوماس بتاع الحوض اللي هو عدد اليرقات اللي انا منزلها، مع حساب نسب النفوق، مع حساب حجم الجمبري، بقدر احدد الكتله الحيويه الموجوده في الحوض على اساسها، اتبع السكادول اللي انا ماشي بيه. استاذ يا ابني ربنا يخليك، كمل. على حسب السكادول اللي انا ماشي بيه بعرف اذا كان في الحجم ده، لو حجم 3 جرام بغذي حوالي 6% من وزن الجسم، كبر شويه بقلل اللي هو 5% من وزن الجسم، وعلى اساس ان انا باخد عينات في يعتبر مساحه صغيره من الحوض، لان الجمبري قاع يعتبر ماسك قاع الحوض اللي هو بيتحسب اللي هو كام زريعه في المتر المربع من تحت، فباخد عينه من مساحه معينه على اساسها بقدر احسب كميه الجمبري في الحوض قد ايه، كده يعتبر انا حددت الكتله الحيويه عندي، وبالتالي حددت كميه العلف المناسبه للحوض المستزرع. بعد 4-5 شهور متابعه دوريه ويوميه على الاحواض بيكون وصل الجمبري لحجم تسويقي مناسب 30-40، بقدر بعد كده انزله في الاسواق. معامل تحويل قد ايه في العلف؟
بيوصل عندي لواحد ونص وواحد وستة. كل كيلو 600 جرام بالظبط علف انتاج كيلو جمبري. كيلو جمبري بالزبط. تمام. بنزله بعد كده السوق عشان يقدر يوصل للمستهلك بكل سهولة. وطبعا الأسعار بتاعتنا، في ناس كتير بتتكلم ان الأسعار بتاعتنا عالية. النهاردة سعر الجمبري المتوسط الوسط في سوق العبور وصل ل 240 جنيه، أنا بطلع الوسط من عندي ب 145 جنيه، فمقارنة بالسوق اللي برا احنا يعتبر أقل سعر. تعالوا بقى نقابل الدكتور محمد شوقي، مسؤول صحة الأسماك والطب الوقائي في شركة قناة السويس للاستزراع المائي، وهيطمننا على الإجراءات المتبعة في المشروع لضمان سلامة الأسماك من الأمراض الفيروسية والبكتيرية. حضرتك من أهم التخصصات اللي أنا هقابلها النهاردة. تمام. لأن الأسماك والجمبري في أمراض ممكن تبقى وافدة من برة، في أمراض فيروسية في المية، وبالتالي وجود حضرتك هنا مهم جدا، حاجة تريحني وتطمني على المشروع. بنتحرك ازاي عشان نطمن الى جوده الميه، جوده التربه، خلو الاسماك من الفيروسات؟ مظبوط زي ما حضرتك قلت، وبالتالي احنا وجودنا هنا اساسي ان احنا نعمل طرق وقايه استباقيه، وبالتالي بنبتدي نتدخل من اول دخول الزريعه، نبتدي فحص الزريعه سواء جاي من الوايلد او من المفرخات، نبتدي نتشيك على الزريعه جوه المفرخات، وبنعمل لها اقلامه وتشيك تاني على الزريعة وهي نازلة في الحوض. وقبل ما بنعمل الأقلامة بنبتدي نتأكد تماما ان معايير جودة المياه بالحوض تسمح باستزراع الفصيلة اللي احنا نستزرعها من الأسماك سواء دينيس او عروس او جمبري او خلاف. بعد كده بنبتدي قبل ما ننزل الأعلاف، اي أعلاف وافدة لينا بنبتدي ناخد منها عينات ونبتدي نحللها ونتأكد ان هي مماثلة للاحتياجات الغذائية للأسماك، وبالتالي ببتدي اتابع عمليات التغذية في الروتين وورك للحوض بعد الاستزراع، ان انا ببتدي اتابع معايير جودة المياه على مدار اليوم، ونبتدي بعض بنعمل زي اسكادول لقياسات النيتروجينس كومباوند زي الأمونيا وخلافه والـ H2S، بحيث نبتدي لو في أي تغير أو ديفييجن في معايير جودة المياه نبتدي نتدخل بسرعة قبل ما تحصل مشكلة. كل قد إيه يا دكتور بتاخد عينة من الأسماك وعينة من المياه وتحللها؟ في روتين وورك ان ده على مدار اليوم ببتدي اتابع معايير جودة المياه. بالنسبة لمعينات الاسماك انا ببتدي اعمل سكادول عندي، ببتدي في عينات روتينية على مدار السنة، وفي بالنسبة للتربة او الاسماك اللي نازلة للمستهلك ببتدي في سكادول مع صحة حيوان، في تحليل ربع سنوية وفي تحليل نصف سنوية وفي تحليل شهرية على حسب نوع التحليل وعلى حسب متابعة الحوض، وانا ببتدي محتاج التحليل ده اتدخل ولا لا. حتى لو هو بره البروتوكول اللي انا حاطه للحوض، مجرد المتابعه المستمره بتدفعني ان انا اخد تحليل ولا لا. لا انا الدنيا تمام استمر، لا اوقف واخد وحلل واشوف وابتدي اتدخل، لان الدور الاساسي في البدايه هو دور وقائي اكتر ما هو علاجي. بخاف من الجمبري من مرض التبقع. تمام. ده لو جه للسمكة أو لحباية جمبري أكل الحوض كله. مزبوط. طبعاً تعمل له ألف حساب. طبعاً طبعاً. وبالتالي مش عندنا في مصر. لا لا إن شاء الله مش موجود بإذن الله. وده إحنا لازم. أنا بتكلم عشان جمبري الأمهات تبقى وافدة. وافدة ما هي قبل ما بتدخل طبعاً في الجهات المعنية بالتحاليل طبعاً بتاخد الأمهات وتفحصها وتتأكد إن هي فري عشان تقدر تسمح لها بالسيرتيفيكيشن. وأنت بتستلمها بشهادة إنها خالية برضه. أنا ما بستلمش أمهات بس أنا الزريعة. الزريعة مزبوط مزبوط. ولازم أروح المفرخ واتاكد من السيرتيفيكيشن اللي معاه، وباخد بفحص برضو دبل تشيك عليه واتاكد ان هي فري قبل ما ادخلها او قبل ما اجيبها من عنده اصلا. طبيعي. كان عندنا سؤال مهم جدا، هي اعمال التطوير للمشروع بالكامل واللي تكلفت ملايين الجنيهات ما تنفذتش من البدايه ليه وقبل افتتاحه رسميا، وايه اللي خلى هيئه قناه السويس تصر على تطويره من جديد؟ الإجابة من المهندس ريمون سامي، مدير إدارة الإنشاءات في شركة قناة السويس للاستزراع المائي. خليني أسألك سؤال أنا شخصياً عايز أعرف إجابته، إحنا ليه ما بدأناش الأحواض من الأول بالشكل ده؟ ليه في مراحل تطوير؟ لازم يبقى في تطوير، مدام التطوير هيزود لي الإنتاجية بتاعتي يبقى لازم أعمله. طيب ماشي، أنا المفروض أن أنا عندي مشروع كبير جداً 7000 فدان، درسه بشكل كويس جداً، عارف يعني أحواض ترابية، فاهم إزاي أعمل حوض ما ينهلش أو يتهد أو ينهار أو يستحمل كثافة الأسماك، مش كده برضو؟ تمام. ده من أول يوم. تمام. ليه بعد 4-5 سنين أبدأ مرحلة تانية من التطوير تشمل المشروع بالكامل؟ مش دي فلوس برضو؟ مش دي استثمارات؟ أكيد طبعا، بس الأحواض القديمة كانت برضو بتجيب إنتاجية كويسة، لكن مع الوقت ومع الزمن ومع العلم الجديد، أول ما بدأت الشغل دوت، أول ما عرفت إن دوت هيزود لي إنتاجية بالنسبة لي، أنا قررت إن إحنا نعمله على طول.
يعني هل رجعنا لمكاتب استشارية طبعاً متخصصة طبعاً في الاستزراع السمك البحري وقالت ان ده الشكل الامثل للاحواض الترابية؟ المكاتب الاستشارية قالت ان هو الحوض المستطيل هو كويس بالنسبة للسمك عندي. رجعنا لهم فعلا وابتدى التطوير بالفعل واتخذ القرار وان احنا اشتغلنا في المزرعة. طب انت من وجهة نظرك كمهندس انشائي ايه الفرق بين ده وما بين الحوض التراب العادي؟ الحوض التراب العادي هيجي له فترة هيهيل، وخصوصا ان ديت ارض عروق سواء طينة أو سواء رملية، المطرة بتنزل عليها، وخصوصا هنا في الشرق الأمطار بتنزل على الجسور، الجسور بتهيل، أنا مضطر إن أنا أعرض الجسور ديت، مضطر إن أنا أعمل لها تطوير، وخصوصا بالنسبة لي إن أنا هزود إنتاجية، خلاص يبقى كله بمرة واحدة، وإن أنا أزود الإنتاجية مع الحفاظ على الجسور الرئيسية بتاعتي ومجاري الري بالنسبة لي، بدل ما هي بتبقى تراب وبرضه بتهيل مية طول سيران المية، طول ما هو ماشي لازم بيكل في الجسور الترابية معروف، فأنا بحافظ على التراب او بحافظ على الجسر بالنسبه لي من السريان، ان انا بدبش راس الحوض اللي هي اخطر ميه بتخش لي، اللي هو تقابل راس الحوض مع الماسوره بتاعه الري. انت خليني افهم حاجه، انت بتحاول تخلق بيئه مناسبه للسمكه تعرف تعيش فيها. تمام. طيب البيئه المناسبه دي عملناها ازاي؟ اشرح لي برضو الحوض ده ايه المناسب فيه للسمكه. حضرتك على الوضع القديم بالنسبه لي ان الحوض دوت بيهيل من الميه، الميه ديت بتنزل في قاع الحوض بتقلل حجم كميه الحوض سواء في المية أو في الأسماك. يعني التراب اللي بينزل من الجسور طبعا بينهال في المية، فبيقلل مسطح المية وبيقلل القاع كمان. فأنا للأسماك بالنسبة لي مش هقدر أخد كمية سمك كويسة. لما أنا دبشت حفظت على نقطة الالتقاء بين مجرة الري ماسورة المية وبين الحوض نفسه، بتقلل لي كمية الحفر في الجسور أو تهيل الجسور كده، إن أنا محافظ على الحوض بتاعي بالنسبة له بمساحته اللي هو مساحة 243 فدان. يعني فدان معنى كلام حضرتك ان مهما كانت التكلفة كنا لازم نعمل ده. لازم نعمل كده، لازم نعمل كده، اصلا انا مش هرمي زريعة مية زريعة سمك في الحوض عشان خاطر اني اكبرها وربيها والقى الكمية في الاخر قليلة. بالنسبة لايه؟ بالنسبة للتراب اللي هو واقع في الجسور والردم اللي حصل في الجسور من الاحواض. التغيرات المناخية بقت حديث العالم، ومفيش جدال لها تأثير على الانتاج السمكي وخاصة الصيد الحر. تعالوا نقابل الدكتورة هالة عبد السلام، عضو المكتب الفني في شركة قناة السويس للاستزراع المائي، واللي هتشرح آليات مواجهة التغيرات المناخية بزيادة مساحات الاستزراع السمكي في العالم أجمع. احنا النهاردة بنواجه تحدي كبير جدا في توفير زريعة الأسماك، طبعا ده السبب هو التغيرات المناخية زي ما حضرتك عارف. احنا اتناقشنا في الموضوع واتكلمنا وقلنا ان كل الأسماك اللي هي بتحال الأمن الغذائي مهددة بالفناء في العالم، صح؟ حاول تشرح لنا دلوقتي. طبعا احنا داخلين على مؤتمر تغيرات المناخ في شرم الشيخ في الشهر الجاي ان شاء الله. طبعا دلوقتي هيحصل بسبب تغيرات المناخ هيحصل ذوبان في القطبين الشمالي والجنوبي، وده بالتالي هيأثر على البحيرات والمحيطات، وهيرفع منسوب البحيرات والمحيطات، وهيأثر على المناطق الشاطئية، فمش هتكون مناطق هادية ان السمك هيقدر يفرخ فيها. طب ما ده بيحتم علينا ان احنا نتحرك فورا نحو التوسع في إنشاء مشروعات تفريخ الأسماك والحفاظ على الأمهات. بالضبط، عشان كده كان التوجه للهيئة وللشركة إن إحنا ننشئ مفرخات عشان نقدر إن إحنا نحافظ على الثروة السمكية أو بنسميها الثروة الزرقاء. التوجه دلوقتي إن إحنا نعمل مصنع بروسيسنج، والأهم زي ما حضرتك قلت إن إحنا نعمل مفرخات عشان ننتج زريعة ذات قيمة عالية، أروز والنيس ولوت، وأيضا بالزبط سمك موسى وسمك الباصة، وعندك كمان الجمبري. وفعلا الجمبري عشان نغطي احتياجات الدولة، وكمان ان احنا نقدر نصدر ونقاوم فكره ان احنا يعني فكره انقراض الاسماك او اللي هي مهدده بالانقراض اصلا مواجهه اثار التغيرات المناخيه. بالظبط. مشروع قناه السويس للاستزراع المائي قصه نجاح كبيره في شرق قناه السويس، ومع تطويره والوصول به لاقصى نسبه تكثيف سمكي في الاحواض وتكويدها دوليا، هيكون قادر على توفير كميات مهوله من الاسماك سواء للسوق المحلي او التصدير لمختلف اسواق العالم. ده كان آخر كلامنا النهاردة في برنامج الجدعان، ولكن حضراتكم اسمحوا لي قبل ما انهي حلقة النهاردة أأكد على أن أعمال التطوير لمشروع قناة السويس للاستزراع
المائي التي تجري بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ستجعل هذا المشروع من أهم مشروعاتنا التي تنتج الأسماك البحرية. تخيلوا حضراتكم المشروع بأكمله ستصل الطاقة الكهربائية بقوة 25 ميجا وات فولت أمبير، طبعاً دي طاقة كبيرة جداً وتكفي احتياجات المشروع المستقبلية، يعني مصنع الأعلاف والمفرخ السمكي وأيضاً منشأة تصنيع الأسماك، وأيضاً تجهزها في حالة تصدير أسماك مشروع قناة السويس للإصدار المائي إلى مختلف أسواق العالم. إذن هيكون عندنا قبل شهر مارس المقبل الكهرباء على نص كل حوض من أحواض مشروع قناة السويس للاستزراع المائي، والكهرباء تعني نجاح المشروع وتوفير في تكلفة ونفقات هذا المشروع العملاق. ده كان آخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان، انتظرونا غدا الجمعة الساعة 7 مساء على قناة الكهرباء والناس 2 وحلقة جديدة من برنامج حضراتكم الجدعان.